على الاعتداء الأمريكي فإننا نحن الولايات المتحدة سنفرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران التي تبقى أداة قوية حتى تغير إيران سلوكها. في الأشهر الأخيرة شهدنا هجمات مستفزة على السعودية وأسقطت طائرات مسيرة، وبالتالي فهذا كان أيضا الاتفاق النووي الغبي الذي وقع في 2015، وقد قدمنا 1.8 مليار دولار نقدا وبدلا من أن يشكروا الولايات المتحدة، بل هددونا بالموت وكانوا يغنون بالموت لأمريكا منذ يوم توقيع الاتفاق. وعندها انتشرت إيران أعمالها الإرهابية بتمويل هذا الإرهاب، وخلقت جحيما في سوريا واليمن ولبنان وأفغانستان والعراق. الصواريخ التي أطلقت ليلة أمس علينا وعلى حلفائنا دفع ثمنها من الأموال التي وفرتها الإدارة السابقة. اليوم سأطلب من الناتو أن يصبح أكثر انخراطا في عملية الشرق الأوسط. فعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة تحت قيادتي فإن الاقتصاد أصبح أقوى من ذي قبل، فقد حققت أمريكا استقلالها في الطاقة، وهذه إنجازات ولم يكن أحد ليتخيل أنها ممكنة. وخيارات الشرق الأوسط أصبحت موجودة، فنحن الآن المنتج الأول للنفط والغاز في العالم.